لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله راكم صافا، ان شاء الله راكم لاح، ان شاء الله راكم بصحة والعافية. معكم بروفان كوني، قناة باراميديكال دي سي توب. قبل ما نبداو ما تنساو الجيم وبارطاج القناة باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركة الله. اولا نهنوا الطلبه الجدد على البدايه، ان شاء الله تكون بدايه موفقه لجميع التخصصات الخاصه بالشبه الطبي، وان شاء الله تستفادوا كامل من قناه باراميديكال دي زيتوب، وان شاء الله نلقاو التفاعل تاعكم في كامل المواضيع. موضوع اليوم خاص بتخصص اطفال الممرض. في هذا الموضوع خليته خاصه بالنسبه للناس اللي عندها تساؤلات. نتمنى كل واحد يدخل لهذا الموضوع، وان شاء الله تدخلوا كامل. يخلي اسفل الفيديو الموضوع اللي ما فهموش، اكيد راح نخليكم الطريقه كيفاش ترجعوا للامتحانات السابقه، سواء براتيك سواء اكري، واكيد راح تكون هنالك مواضيع جديده في القريب العاجل. اذا جماعه اللي راح تفوت، كل واحد يبارطاجي هذا الفيديو مع زملاء نتاعو. اذا كان تفاعل في الفيديو راح نحاول نعطيكم نهار ونديروا فيها نفتحوا اللايف وباش تستفادوا كامل. اذا باختصار هذا فيديو توضيحي ولا فيديو تمهيدي للناس اللي راح تفوت ليكزام فيلال. نحاول نجمع اكبر عدد ممكن من المشاركين، ان شاء الله تستفادوا كامل من هذه المواضيع. اذا بالنسبه للناس اللي دخلت قناه باراميديكال دي زي توب، راح نوريكم طريقه وين تصيبوا كامل الدروس التطبيقيه والنظريه الخاصه بالامتحانات. كما هنا الواجهه راح تلقاو فيها كامل الامور الجديده اللي خاصه بقناه باراميديكال دي زي توب. اذا تنقلتوا للفيديو شورت ديريكت بلاي ليست، راح تروح بلاي ليست، كاين هنايا مجموعه من الدروس، ماهمش كامل الدروس لكن تجميع لي مثلا دورة خاصة بالإكزام فينال مثلا 60 درس، راح تجيك الدورة كاملة مقتطفات، وكاين ملخصات لتهمكم بالنسبة للامتحان، كذلك بالنسبة للدورة تلقاو دورة خاصة بالامتحان النهائي فيها بالترتيب جميع الدروس، جميع الحوايج اللي تحتاجوهم بالنسبه لاكزام فينال باختصار. ان شاء الله تستفادوا منهم، ان شاء الله في ميزان الحسنات، وكل واحد يدخل يخلينا تعليق على الموضوع مثلا اللي ما فهموش، نعاودو نخدمه في اقرب الاجل الموضوع اللي يستاهل ان نعاودوه. جميع الدروس متسلسله، هذه بالنسبة لي الامتحانين الكتابي والتطبيقي. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نكون وصلنا لنهاية العرض. نتمنى ما نكونش طولت معكم في الموضوع. اي جديد راح يكون في القناة باراميديكال دي زي توب، اي جديد راح يكون مع بروف انكوني. تهلاو لي في رواحكم وسلام.